ضيفتي في هذه الأمسية وضيفتكم أنتم مشاهدينا هي الشابة آية بغدادي. مساء الخير آية. مساء النور و... شكرا على هذه الضيافة. شكرا لك، شكرا لتلبية الدعوة. آية، المشاهد الجزائري يمكن أن يشاهدك لأول مرة، شاهدك في ألحان وشباب، هذا الوجه أكيد ما هوش بالمألوف عليكم مشاهدينا. آية، قبل ما نتحدث على رحلة ألحان وشباب لنعود مع بعض ونعود إلى الذاكرة إلى الوراء مع بدايتك إلى الغناء، وكيف دخلتي إلى المجال الفني أول مرة؟ أول مرة لما حسيتي أن عندك هذه الموهبة؟ أول مرة كانت في عمري 11 عام. كنت في مجموعة صوتية في المتوسطة بقيادة بوفرمة عبد القادر اللي نوجه لها تحية. بعدها دخلت في جروب تاع الإنشاد، كنت منشدة في فرقة البصمة. بعد فت في الفستيفال تاع الأغنية الوهرانية، ديت فيه الدوزيام بخي، أبخي دخلت ألحان وشباب. هذه المراحل يعني اللي خلينا نقوله هي الباركور أو الموجودة في السيرة الذاتية، ولكن احنا حابين ناخذ المرحلة الأولى لما كنت صغيرة نوعا ما، لأنه دائما المغني يكتشف نفسه هو صغير. يعني شكون اللي كان يسمع لك الصوت تاعه وشكون اللي دعمك في هذا المجال؟ اللي دعموني هي والدية بيان سور، ماما اللي كانت واقفة معايا بزاف. تحياتنا لهذا الأمسية. والاستاذ بوفرمة عبد القادر هو اللي اكتشف الموهبه، اكتشف الصوت نتاعي، هو اللي وجهني، هو اللي يعني بالفضل نتاعو هو. جميل. شحال كان في عمرك هكا لما بديتي مع الغناء؟ 11 عام. الله يبارك. ما شاء الله. يعني اللي كنت تدني هكا في المنزل الاقارب لما كانوا يسمعوا نغني، نسيق نغني، نغسل نغني، يعني وما يعني مثل كل الفتيات تقريبا. بيان سور، وما ندور نحكم بروسه نغني، وما ندور تسيبيني نغني. يعني فنانه من الصغر ما شاء الله. طيب، اول وقفه رسميه قبل الحان وشباب، اول وقفه رسميه، اول مسابقه رسميه، هل كان لك مشاركات في مسابقات قبل الحان وشباب؟ نعم، قلت لك كانت عندنا مشاركه في مسابقه تاع المجموعه الصوتيه، وثاني في المهرجان تاع الانشاد، ومهرجان الاغنيه الوهرانيه. يعني كانت لي مسابقات قبل الحان وشباب. مهرجان الانشاد اللي هو يعتبر ك يعني اول مره بعيده عن بيئه المنزل، بعيده عن الاقارب، يعني توقفي امام ناس ما تعرفيهم، الجمهور هو اللي يقيمك، هو اللي يعطي لك التقييم تاعك. كيفاش كان الشعور والاحساس انذاك؟ بيان سور يكون عندك تخاك، راكي رايحه تلاقاي مع جمهور وكاع، بصح معليش مع الوقت يعني كنت نوي يحكمني هذاك لو تراك. بيان سور ما كاش فنان يقول لك بلي انا ما يحكمنيش لو تراك، حتى لو كان فنان كبير، مي توالفي شويه بشويه بدا يروح لك هذاك لو تراك، والحمد لله يا ربي. جميل. طيب، ومهرجان الاغنيه الوهرانيه كيف كانت هذه التجربه آية؟ هذاك مهرجان يعني تجربه نتاعي، وباش دخلت الاغنيه الوهرانيه يعني انا كنت الانشاد، ما كنتش عارفه الستيل تاعي اللي غادي نغني شواله. كيفت في الاغنيه الوهرانيه اكتشفت بلي انا نغني الوهراني، انا نبغي ستيل الوهراني، ونجحت فيه وقعدت في ستيل تاعي الوهراني. وهراني. جميل جدا. طيب، هذا بخصوص مهرجان الاغنيه الوهرانيه. الان روحوا الى المرحله اللي هي تعتبر نقطه فاصله ومحطه مهمه في مشوار آية الفني، اللي هي مدرسة ألحان وشباب، هذه المدرسة العريقة التي تخرج منها فنانين كبار. حكينا على تجربتك في هذه المدرسة. كانت تجربة مليحة بزاف. يعني صح أنا كنت نغني وكنت ندير حفلات ومسابقات، بصح على مدرسة ألحان وشباب يعني عرفتني على الجمهور، عرفت الجمهور بيا أنايا. وثاني درنا تكوين، يعني كانوا اساتذه كبار. قبل ما نتحدث على التكوين استسمحك هنا آية، متذكره اول اغنيه غنيتيها في الحان وشباب؟ بيان سور، جامي ننساها. اللي هي بالخير تعمر ليام للفنانه القديره ورده. ورده رحمها الله. طيب، رايحين نطلبوا منك الان تغني لها هذه الاغنيه. رايحين ايضا رجعوك انت الى خشبه مدرسه الحان وشباب. تفضلي. بالخير تتعمر ليام، هي ما رانيش حافظتها غايه. بالخير تتعمر ليام، وانا ما تعرف شو هاد، اش اللي راح يا الحباب، بين البارح وغدوة تتحقق لينا الاحلام. ان شاء الله يا ربي تتحقق كل احلامك وكل احلام المشاهدين لهم يتابعوا فينا في هذه الامسيه. طيب آية، بخصوص التكوين التي تكونتيه هناك في مدرسه الحان وشباب، وهذا الخطوه خلينا نقول ايضا هذه المرحله في حياتك الفنيه اكيد اضافت لك الشيء الكثير. مدرسه الحان وشباب تضيف لاي فنان ينتسب اليها وينضم اليها. انت كآية ماذا اضافت لك هذه المدرسه، مدرسه الحان وشباب؟ كما قلت لك يعني خلت الجمهور
نتعرف على آية بغدادي شكون هي. ثاني قرينا كانت كاينه دروس مكثفه من حيث الغناء، من حيث الاداء، من حيث الوقفه على المسرح لا ميزون سين. يعني كانت تجربه مليحه بزاف، جميل. يعني عمري ما ننساها. وخرجت مدرسه الحان والشباب، يعني غير هذا لو تيتر يعني شرف، شرف كبير، انه شرف كبير. جميل جدا. طيب الطابع التي كنت تغنينه في مدرسة ألحان وشباب، هل اقتصرت فقط على الطابع الوهراني كونك أنت قلتي أنا اكتشفت نفسي في الطابع الوهراني لما كنت في مهرجان الأغنية الوهرانية؟ لا، هما ما يعطوكش باغ اكزومبل تغني الوهراني، يعطوك الوهراني نو، ينوعوا لك. يعني باسكو الفنان اللي كيغني كلش، ماشي سي فغي انت عندك ستيل تغنيه باغ اكزومبل انا نغني الوهراني بصح شوال اللي تغني طوب واحد اخرين. انا غنيت شرقي، غنيت الوهراني، غنيت ثاني حوز، ماشي حوزي مي عاصمي. جميل، فاريتي. يعني جميل. المشاهد الكريم لو حاب يسمع الان اغنيه وهرانيه راهي في بالك، ممكن تسمعينا اغنيه وهرانيه طابع وهرانيه؟ يلا تفضلي. معيت يا قلبي يا وعدي، معيت ما خبي يا وعدي، معيت يا قلبي يا وعدي، معيت ما خبي يا وعدي، واليوم بان حبي يا وعدي، واليوم بان حبي يا وعدي، قلبي ما بغى يسافني وعيني مرضى تتعاوني، قلبي ما بغى يسافني وعيني مرضى تتعاوني، بغيت نم. يعطيك الصحه. يعطيك الصحه ايا. طيب ايا، قلتي انك انت تخصصتي في الطابع الوهراني او الطابع الوهراني المعاصر ان صح التعبير، يعني ما حاولتيش انك يكون عندك اغاني بطبوع اخرى او الوان اخرى، لان الجزائر ما شاء الله غنيه بالطبوع الغنائيه تاعها. وي بيان سور، ماذا بيا نغني شحال من طابع، يعني ماشي غير الوهراني، الوهراني العاصمي القبائلي بوركوا با. ان شاء الله انا نتمنى يكونوا كاينين يعني منتجين ولا يتبناوا الصوت هذا. ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله من خلال برنامج مسيناكم بالخير اكيد ان شاء الله نحاولوا انه دائما الله. الشباب ندعموهم، نحاولوا انه نوصلوا صوتهم لاهل الاختصاص. ايا طيب، يعني انت قلت لي تخصصتي في الطابع الوهراني دائما نبقاو فيه، يعني ما عندكش تخوف انك لو تغيري الطابع راح يكون فيه نوعا ما رجوع الى الوراء، او تحسي روحك انك ما عادش تبدعي فيه كما الطابع الوهراني؟ ما عندكش يعني واثقه انك راحين تبدعي؟ واثقه انني يعني تعطيني اي سن نغنيه، واثقه من روحي. جميل جدا. يعني هل يحضرك الان طابع معين غير الطابع الوهراني ممكن تغني لنا الان بلاتو؟ بالك شرقي؟ شرقي يلا. يلا تفضلي. سامحتك 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 كتير، سامحتك سامحتك بقلب الكبير، سامحتك 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 كتير، سامحتك سامحتك بقلب الكبير، هو مش غصب عني ولا ضعف مني، ولكن لأني بحب بضمير، سامحتك 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 كتير كتير. الله، روعة روعة. أبدعتي أيضا في الشرقي آية، ما شاء الله عليك، وحتى الكلمات كانت يعني نبعة من القلب آية، الله يبارك. شكرا آية. طيب هل كانت لك تجربة مع الكوفر سونج، يعني إعادة الأغاني اللي تكون من مغنيين معروفين، وهذا لأجل يعني بعض الشباب الآن يقوم بهذه الخطوة لأجل يعني يكون معروف نوعا ما في الساحة الغنائية؟ ما
ما حاوليش انك تقومي بهذه الخطوه. صح، راه كاين مشروع ان شاء الله، كاين دي سينجل دي كليب ومام ثاني دي كوفر، الحين عاودوا يعني اغاني وطنيه وكامل، يعني هذا المشروع راه في حيز ان شاء الله. ان شاء الله جميل يعني. جدا ان شاء الله يا ربي بالتوفيق لك ايا. ان شاء الله ايا، شرف عمرك دوكا اذا حبيت تعطينا السن. بيان سور 27 بخصوص ابتعادك على الساحة الغنائية والفنية، إلى ما يرجع السبب اليوم أيا لغياب هذا الصوت الجميل عن الساحة الفنية الجزائرية والوهرانية بالوجه الخصوص؟ هي شوفي أنا ما بعدش يعني 100% على الساحة الفنية، يعني أنا كنت ندير لي سواري حفلات وكاع، مع الكورونا كل شيء توقف. بيان سور بعدت أنا على لي ريزو سوسيو فيسبوك وكاع بعدت عليهم، ومن ثاني كنت لهي في التعليم يعني كنت نقري وكي عارفه على ديك بعد، وان شاء الله غادي نعاود نرجع بقوه ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله. انت قلتي نقطه انه بعدت على مواقع التواصل الاجتماعي، واللي اليوم تعتبر مواقع التواصل الاجتماعي متنفس لكل مبدع، لكل انسان في مجاله، سواء في الرسم، في الغناء، في التمثيل، يعني هذه المواقع اللي اصبحت من خلالها يروج الفنان لنفسه، ما حاولتيش انك تعاودي تنشئي صفحات مثلا خاصه بك، تحاولي تنشري فيديوهات غنائيه مقاطع ليك؟ صح، انا بغيت نعاود نرجع في لي ريزو سوسيو، قلت حتى ندير كوفر ولا ندير شونسون باش نعاود نرجع بهم، باش الجمهور على بالي بالانساني باش يعاود يتذكرني من جديد، وان شاء الله فيها خير. ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله. طيب آية، نجاح الاغنيه اليوم او في الوقت اللي كنت ما كيش بعيده على الوقت، لما نقول الوقت اللي كنت تغني فيه ما كيش بعيده بزاف، يعني 3 سنوات ليست بالفارق الكبير، يعني نجاح الاغنيه على ماذا يرتكز، سواء على الالحان، التوزيع، الكلمات، برايك انت كاهل الاختصاص وكمغنيه واش هو سر نجاح الاغنيه اليوم؟ انا الحاجه الاولى اللي نسقسي عليها هي الكلمات، ما يهمنيش يعني كان راي ولا كان اي ستيل، انا تهمني الكلمات باش كي نغني اغنيه ولا يقدروا العائلات الجزائريه يسمعوها. انا هذا هو الهدف نتاعي، الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه نبغي الاغاني اللي تكون هادفه. جميل. هادفه يعني كي نغني اغنيه نوصل رساله بها، والفنان علاش مديور؟ باش يوصل رساله الى الجمهور، وهو سفير. هو سفير. نعم، ومراه المجتمع وايضا سفير بلده. انا هذا هو الشيء اللي يهمني، الكلمات، وانه تكون الاغنيه رساله وتكون هادفه للمجتمع الجزائري، يعني مش يدمر المجتمع الجزائري، بالعكس انه تعطيه رساله انه يحسن يعني في موضوع معين. جميل جدا. طيب ككلمه ختاميه، واش تقدري تقولي لنا وكمشروع مستقبلي ان شاء الله ناويه انك تكوني في هذا المشروع، او كرساله حابه توجهيها الى اناس معينين؟ آية، نشكركم على هذه الدعوه، نشكر كامل الفريق اللي راه معنا. انتظروني ان شاء الله، راه كاين مشروع بوغ لانستون مع إيديسيون كالميتو ان شاء الله. ان شاء الله. ونشكر بزاف مي بارون، تحياتنا لهم، نشكرهم بزاف، نشكر بزاف ثاني لي ستوديون تاعي. جميل. يوم يتابعوا فيك اليوم في المساء، هي تخصص يعني اللي درتي لغه المانيه. لغه المانيه ما شاء الله. الله يبارك. جامعه يعني ولا ايكول بريفي؟ ايكول بريفي. يلا ما شاء الله، ان شاء الله نتمنى كل التلاميذ تاعك يكونوا شافوك، يعطيك رايهم في المشاركه ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله. يعطيك الصحه ايا، نورتيني، بالتوفيق ان شاء الله، وان شاء الله تكوني ضيفه مره اخرى في برنامج بسيرتكم بالخير مع سينجل يكون جديد ان شاء الله. بيان سور، انتم الوالا اللي غادي نجي عندكم حصري ان شاء الله يا ربي. يعطيك الصحه ايا، بالتوفيق.